السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سورة القارعة. سورة القارعة تقرأ 180 مرة لتيسير الأمور وتيسير الرزق وجلب الحظ وتسهيل أمورك. إذا كانت عندك أمور، يعني عندك عكوسات ووقف الحال في الأمور، تقرأ سورة القارعة 180 مرة في جلسة واحدة. تقرأ 180 مرة يوميا لجلب الرزق وتيسير الأمور من المجربات إن شاء الله. في أي وقت شئت تقرأها وسترى النتائج بعينك إن شاء الله من المجربات. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.